السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشرة الأخبار من استديوهات قناة سهيل الفضائية، نبدأها بالعناوين. الجيش الوطني يصل إلى مشارف مسورة بصنعاء وسط تغطية من طيران التحالف. اللجنة الأمنية بتعز تقر تعزيز الحضور الأمني ومنع الاختلالات في المدينة. الميليشيا المتمردة تقنص طفلا وقائد معسكر الصدرين يؤكد جرها لكمين محكم. وكان ناجح بمعنى الكلمة. مرحبا بكم. يواصل الجيش الوطني والمقاومة الشعبية التقدم في جبهة نهم بمحافظة صنعاء، حيث تمت السيطرة على جبل الحريم ومنطقة بران وصولا إلى مشارف مسورة وسط تغطية من طيران التحالف ومدفعية الجيش الوطني. تتواصل المعارك الدائرة في جبهة نهم بين الجيش الوطني والمقاومة الشعبية من جهة وميليشيا الحوثي والمخلوع من جهة أخرى، وسط تقدم للجيش الوطني والمقاومة، حيث سيطر اليوم على بران وجبل الحريم ومواقع في الميمنة، فيما لا زال التقدم مستمر. الاشتباكات بدأت من الساعات الأولى للصباح هذا اليوم المبارك، وانتصارات والحمد لله، والعدو مدحور، وتقدم القلب وتقدمت الميمنة وتقدمت الميسرة، واحنا الآن تحت جبل نهم تماما. وأفرادنا متواجدين في البيوت اللي هناك، والمدرسة بأيدي المقاومة. البيوت اللي هناك الآن أصحابنا في ذاك المكان، وتحت جبل نهم الميمنة في القرية اللي هناك. وهذا القلب وهذه الميسرة، متقدمون انتصارات والحمد لله رب العالمين، والعدو ولا مدبرا، ونتابعه إن شاء الله تعالى حتى نصل المكان المحدد لنا بإذن الله تعالى. تتقدم قوات الشرعية من 3 محاور في نهم وسط تغطية من طيران التحالف العربي، والتي تقوم بشن غارات جوية على مواقع الميليشيات، فيما تقوم مدفعية الجيش الوطني بالتمشيط أمام المشاة مخلفة خسائر كبيرة في العتاد والأرواح في صفوف الميليشيات الإرهابية. المعنوية عند الأفراد عالي جدا، وكل جندي وضابط يقوم بواجبه على أكمل وجه، واليمن بعجل، ونحن نطمئن كل اليمنيين بأننا سوف نؤمن اليمن ويكون هناك أمن واستقرار، وأن الجيش وطني لحماية اليمن، ولن يتم تفجير بيت أو انتقام من أي شخص على الإطلاق. انتصارات متوالية يحققها الجيش الوطني والمقاومة الشعبية يوما بعد آخر، فيما لا زالت وسائل إعلام الانقلاب تضلل أتباعها بانتصارات وهمية، فيظل في غيهم حتى يجدوا أبطال الجيش الوطني والمقاومة فاتحين العاصمة صنعاء. زين العابدين بن علي، نهم، محافظة صنعاء. للمزيد ينضم إلينا عبر الهاتف مراسلنا في محافظة صنعاء محمد القليصي. مرحبا بك محمد، ما هي آخر مستجدات المشهد العسكري في نهم؟ طبعا تستمر المقاومة الشعبية والجيش الوطني في التقدم في المعارك الدائرة في مديرية نهم. تم اليوم استكمال تحرير منطقة بني بارق. فرت ميليشيات الحوثي وصالح إلى منطقة الكسارة. تقدمت المقاومة والجيش وهي في طريقها لتحرير وادي محلي والمناطق التي تليها وصولا إلى نقيل بن غيلان وما بعده. وهناك تطورات أيضا على صعيد التسليح. بحسب تصريحات بعض قيادات الجيش والمقاومة، هناك أسلحة حديثة، هناك مدافع ذاتية الحركة، هناك بعض الأسلحة التي ربما يكون لها دور في تغيير مسار المعركة في الحلقة القادمة. هذه التطورات تأتي في تقدم مضطرد للجيش والمقاومة وسيطرتها على مناطق جديدة تشكل إضافة نوعية للمناطق التي سيطرت عليها في الفترة الماضية. بعد وصول هذه الأسلحة النوعية، كيف تقرأ سير المواجهات في جبهات ما بعد نهم؟ ربما يكون من المبكر الحديث عن ما بعد جبهات نهم، لكن عندما تقرأ الواقع تجد أن ما بعد نهم ربما يكون أسهل مما قبل نهم وأيضا نهم، لأن الطبيعة الجغرافية الصعبة التي تتميز بها مديرية نهم
شكلت تحديا كبيرا امام الجيش الوطني والمقاومه الشعبيه، وكانت الحقيقه تحصينات طبيعيه لميليشيات الحوثي وصالح. فسلسله جبال طلب ثم جبال قرود ثم بعدها سلسله جبال الفرضة التي تتميز بها مديريه نهر كانت تحصينات كبيره جدا، واستطاع الجيش الوطني والمقاومه الشعبيه تجاوزها. وطبعا الطبيعه الجغرافيه لما بعد نهر هي اسهل كثيرا من هذه الجبال الوعره، لذلك ستكون المعركه ربما اسهل من هذه المعركه التي خاضها الجيش والمقاومه. هذا بالنسبه للجانب الجغرافي. بالنسبه للجانب العسكري ربما هناك اكثر من احتمال، هناك اكثر من جبهه، ما شهدناه في الايام الاخيره من تحرك جبهه صرواح ربما يدل على ان هناك ان البوابه الجنوبيه وهي خولان يعني بوابه العاصمه ربما تكون احد المداخل التي يتحرك منها الجيش والمقاومه. لديك ايضا مديريه بني حشيش التي اصبحت المقاومه والجيش على مشارفها، ارحب ايضا هي احد المناطق ايضا المحتمله في الصراع. يعني المهم ان ما مر ربما كان اصعب مما هو آتٍ بالنسبه للطبيعه الجغرافيه وايضا للترتيب ودخول الاسلحه النوعيه التي ذكرناها قبل قليل. امام كل هذه الاستعدادات ماذا عن الجاهزيه القتاليه؟ ماذا عن المعنويات التي يعني لدى رجال الجيش الوطني والمقاومه الشعبيه؟ كما ذكرنا بالنسبه للجاهزيه القتاليه على مستوى التسليح هناك اسلحه نوعيه بحسب تصريحات الجيش قياده الجيش والمقاومه، وهناك ايضا استعدادات وامدادات بشريه كبيره. بالنسبه للروح المعنويه عندما نزور الجبهات نلاحظ هناك روح معنويه عاليه، هناك استعداد للتقدم والاقتحام، هناك انتظار للاوامر للتقدم من اكثر من جهه ومن اكثر من محور. الجيش والمقاومه افراد وقيادات تجدهم بمعنويات عاليه واستعداد كبير للتقدم، خصوصا ان كثيرا من المقاتلين هم من الذين شردوا من منازلهم من مناطق صنعاء وغيرها، لذلك هم يعني يقاتلون للعوده ايضا، اضافه الى استعاده وطن وانهاء انقلاب هم ايضا يريدون العوده الى منازلهم والاستقرار في بيوتهم وممارسه حياتهم الطبيعيه، وهذا يرفع روحهم المعنويه بشكل كبير جدا. أطلق العديد من الناشطين في مواقع التواصل الاجتماعي دعوات لرفع جثث ميليشيا الحوثي من القفار والمناطق التي دخلها واستعادها الجيش الوطني، هل من جديد فيما يخص رفع جثث الميليشيا؟ طبعا هناك دعوات من كثير من الناشطين لرفع الجثث، وايضا هناك دعوه كانت على لسان الناطق الرسمي للمجلس الاعلى لمقاومه محافظه صنعاء الشيخ عبد الله الشندقي، وجهها عبر بعض وسائل الاعلام للصليب الاحمر الدولي والهلال الاحمر لرفع هذه الجثث. لم نسمع بجديد حول تفاعل المنظمات او حول اجراءات تحدث، لكن الحقيقه عند زيارتنا لكثير من الجبهات نجد هناك كثير من الجثث متناثرة في الجبال، بعضها مر عليه فترة طويلة وبدأ بالتحلل. الحقيقة يجب التحرك في هذا الجانب، لأن بنهاية الأمر يجب مراعاة الجانب الإنساني وآدمية هؤلاء القتلى أيا كان. نعم. أيا كانت أسباب يعني. شكرا الزميل محمد القليسي مراسلنا من محافظة صنعاء، شكرا جزيلا لك وعذرا على المقاطعة. شنت مقاتلات التحالف العربي سلسلة غارات على مواقع ميليشيا الحوثي والمخلوع في المعهد التقني بمنطقة الورك بمحافظة عمران، ما أسفر عن إحراق مدرعة وسماع دوي انفجارات في المكان. إلى ذلك قصفت مقاتلات التحالف العربي معدات عسكرية للميليشيا الانقلابية في وادي أعصم القريب من قرية أسناف بمديرية خولان جنوب شرق العاصمة. وقال مراسل السهيل إن الغارات استهدفت دبابات ومعربات عسكرية تابعة للميليشيا كانت مخبأة في الوادي، كما استهدفت غارات أخرى معسكر الجميمة في بني حشيش ومواقع في حريب بمديرية نهم شرق العاصمة صنعاء. ناقش اجتماع موسع للجنة الأمنية بمدينة تعز وبحضور عدد من قادة المقاومة الوضع الأمني في المناطق المحررة، وأقر الاجتماع عددا من الخطوات التي ستقوم بها الأجهزة الأمنية للحفاظ على الأمن والاستقرار في مدينة تعز، والضرب بيد من حديد على كل من تسول لهم أنفسهم الإخلال بالأمن والاستقرار في المناطق المحررة والتي ينفذون أجندة الميليشيا الانقلابية الهادفة للنيل من المقاومة الشعبية.
مدارسة الأوضاع الأمنية، أيضا تحفيز أعضاء اللجنة الأمنية للقيام بأعمالهم وتغطية المهام الأمنية ومتابعة قضايا المواطنين التي قد تحصل بعض الاعتداءات وهكذا، أيضا تقييم عملنا والإعداد للقاءات قادمة على أساس تقييم أعمال اللجنة الأمنية للعام الماضي. الهدف هو يعني إشعار أعضاء اللجنة الأمنية بأن دورهم مهم وأن الأمن قائم على أعناقهم وعليهم مسؤولية حماية ممتلكات وحقوق الناس. هؤلاء المجتمعون هم يعني ممثلين عن أعضاء الأمن، أعضاء اللجنة الأمنية ومندوبي اللجنة الأمنية على مستوى مدينة تعز. قام قائد المقاومة الشعبية في تعز الشيخ حمود سعيد المخلافي بتفقد الجهة الغربية لمديرية جبل حبشي والتي تشهد مواجهات بين أبطال المقاومة الشعبية وميليشيا الحوثي والمخلوع التي حاولت التسلل إلى المديرية للالتفاف على مواقع المقاومة الشعبية. وكان الشيخ حمود سعيد المخلافي قائد المقاومة الشعبية في تعز وصل إلى جبل حبشي بلاد الوافي قرية قشيبة يوم أمس بمعية المئات من أبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية للمشاركة في دحر ميليشيا الحوثي والمخلوع الانقلابية من منطقة العنين والصراهم وبقية المديرية. وخلال الزيارة تفقد مواقع تواجد أبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية المرابطين هناك واطلع على مدى استعدادات وجاهزية المقاتلين ومعنوياتهم المرتفعة لمواجهة الميليشيا الإجرامية. وأشاد المخلافي بدورهم البطولي وصمودهم أمام الميليشيا المتمردة المناهضة للشرعية، مؤكدا على أهمية بذل المزيد من الجهود والصمود في مواجهة العدو حتى يتم تحرير كل جغرافيا الوطن. بمناسبة الاحتفالات بالأعياد الوطنية لدولة الكويت الشقيقة، عقدت الهيئة اليمنية الكويتية للإغاثة بتعز مؤتمرا صحفيا استعرضت فيه إنجازاتها خلال الفترة من سبتمبر 2015 إلى فبراير 2016 في مجالات الغذاء والمياه والصحة والتعليم والإيواء بمحافظة تعز. قال وزير الإدارة المحلية رئيس اللجنة العليا للإغاثة عبد الرقيب فتح إن المنظمات الإغاثية الخليجية هي الفاعل الرئيسي في العمل الإغاثي في المدن والمحافظات اليمنية. وأكد فتح في تصريح لصحيفة العرب القطرية إن دول مجلس التعاون الخليجي هي الأكثر استجابة والأكثر تواجدا على الساحة اليمنية التي تلقت المساعدات الإنسانية. وأوضح فتح أن الكثير من المؤسسات الإنسانية الخليجية تتواجد ميدانيا داخل محافظة تعز وغيرها من المحافظات لتقديم المساعدات الإغاثية للشعب اليمني. وأشار إلى أن محافظة تعز تعاني من الحصار المستمر منذ 9 أشهر دون أن تقدم الأمم المتحدة على خطوة ترفع الحصار أو تساعد في إيصال المساعدات عبر أدواتها التي دأبت على استخدامها في مثل هذه الحالات، مشيرا إلى أن الأمم المتحدة تعرف بالضبط الجهة التي تحاصر المحافظة وتمنع عنها الغذاء والدواء. اغتال مسلحون مجهولون اليوم شيخ علم سلفي في مدينة عدن. وقالت مصادر أمنية إن مسلحين اغتالوا الشيخ عبد الرحمن مرعي العدني شيخ دار الحديث في الفيوش وهو في طريقه لصلاة الظهر. وبحسب رواية الأمن فقد قام مسلحون على متن سيارة كانت جوار مسجد يقصده الشيخ العدني للصلاة، قاموا بإطلاق النار عليه وفارق الحياة في مستشفى الوالي الذي أسعف إليه. للمزيد ينضم إلينا عبر الهاتف الكاتب والصحفي باسم الشعيبي. مرحبا بك باسم، كيف تقرأ عملية الاغتيالات المتتالية للشخصيات والكوادر الوطنية في عدن؟ باسم الشعبي تصحيح الاسم يا أخي. الوضع في عدن يعني هناك فجوة أمنية كبيرة جدا، لم تستطع السلطة الشرعية أن تملي هذه الفجوة، وهناك كما يبدو ضعف في الإمكانيات اللازمة
يعني محاصرة هذه الجماعات الخارجة عن القانون واستغلال المواطنين والسياسيين بشكل شبه يومي في مدينة عدن وأيضا المحافظات المجاورة. اعتقد ان الرئيس عبد الرب منصور هادي ورئيس الحكومه خالد بحاها تحملوا جزء كبير من هذه المسؤوليه الملقاه على عاتقهم لاصلاح الوضع في مدينه عدن. هناك دعم كبير من قبل التحالف العربي لاعاده الى الوضع الطبيعي في محافظه عدن، لكن كما يبدو الحكومه غادرت البلد والرئيس عبد الرب منصور هادي غادر البلد وتركوا الامور في عدن والمحافظه المجاوره للعاملين العصابات والجماعات التي تقتل الناس دون رحمه ودون ضمير. باسم الشعبي، ما دلالات اغتيال الشيخ العدني اليوم وهو شيخ علم؟ ربما البعض يقول ليس له أي دخل في مسألة السياسة وغيرها. والله ليست لدي يعني معلومات، ولكن أعتقد أنه هناك جماعات يعني ربما كما يقال بأن يعني الشيخ العدني كان من الأصوات التي كانت تدافع عن مدينة عدن وأيضا تتحدث كان على الوضع العام بمدينة عدن وطالب بشكل كبير جدا من خلال خطبه يعني استقبال الوضع في مدينة عدن ومحاصرة أوكار الجماعات التخريبية في المدينة. ربما يكون هذا نوع من الانتقام من قبل هذه الجماعات التي لا تريد الأصوات الحرة المنادية يعني إصلاح الوضع في مدينة عدن وفي المحافظة المجاورة أن ترتفع، وبالتالي تم قتله مثل ما قتل الشيخ الراوي أيضا واحد المشايخ في مدينة عدن. ربما عملية قتل الشيخ العدني تقترب أيضا من عملية قتل الشيخ الراوي قبل حوالي شهر من الآن. الأمور في مدينة عدن مخبوطة بشكل كبير جدا، الأوراق تختلط حتى على السياسيين المراقبين المتابعين، لم نعد يعني نستطيع أن نميز أو نستطيع أن نفرز هذه الأوراق. الأمور يعني معجونة بشكل كبير جدا، وأعتقد أن قيادة الدولة وقيادة الشرعية سببت بوصولنا إلى هذا الوضع الكارثي بالحقيقة. يعني وأتمنى على التحالف العربي أن يعيد لنا القيادة السياسية وقيادة الحكومة إلى مدينة عدن لتكون لجانة المواطنين ويعملوا على إصلاح الوضع بشكل كبير جدا، لأن بقاء الوضع في مدينة عدن بهذا الشكل يعتبر فشل كبير للشرعية وفشل كبير أيضا للتحالف العربي. هناك أنباء تؤكد إلقاء القبض على العديد من القتلة الذين تورطوا في عمليات الاغتيالات، لماذا لا يتم محاكمتهم أمام الرأي العام علنا وتقديم كل ملابسات كل تلك الاغتيالات من يقف وراءها؟ يا صديقي، ما تزال السلطة الشرعية تدير الأمور في مدينة عدن بنفس طريقة الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، يقتل القاتل ثم يهرب ولا أحد يستطيع أن يعني يأتي به. أيضا من تم اعتقاله من تحدثت الإعلام عن اعتقال بعض منهم لم نرى لهم أي محاكمات ولا نرى لهم أي اعترافات. يعني الامور تدار بنفس الطريقه السابقه، الاجهزه الامنيه، العناصر التي يتم الاعتماد عليها من قبل الشرعيه هي نفس العناصر النظام السابق في مدينه عدن، لم يحدث هناك اي تغيير في البلد. يعني الامور معقده بشكل كبير جدا، والسلطه الشرعيه هي اكبر عقبه على التغيير في مدينه عدن وفي اليمن بشكل عام. اذا باختصار، من يقف خلف التستر عن مثل هذه العناصر التي تحاول ارباك المشهد الامني في عدن؟ لا يوجد هناك تستر، ولكن انا لا اعتقد انه يعني هناك جديه من قبل السلطات المحليه في محافظه عدن. ولكن الى الان لم تستطع ان تعمل بشكل جيد بسبب غياب الدعم الكافي لها، بسبب عدم وجود الامكانيات الكبيره اللوجستيه والامكانيات التقنيه للوصول الى المجرمين واكتشاف الجرائم قبل وقوعها. يعني الوضع كارثي، لا يوجد هناك دعم لمراكز الشرطه، لا يوجد هناك دعم لاجهزه البحث الصحفي. شكرا. الامور في مدينه عدن تحتاج الى دعم كبير جدا من قبل التحالف العربي، هو الوحيد الذي يستطيع ان يرتقي بمستوى العمل الامني في مدينه عدن والمحافظه المجاوره، هو التحالف العربي بقياده الامارات. شكرا. الصحفي والكاتب باسم الشعبي، كنت معنا من عدن، شكرا جزيلا لك. شنت مقاتلات التحالف العربي اليوم غارات جوية على تجمعات وآليات لميليشيا الحوثي والمخلوع في مدينة رداع بمحافظة البيضاء. وقالت مصادر محلية إن الغارات استهدفت مواقع لميليشيا الحوثي والمخلوع في معسكر اللواء 139 مشاة الذي تسيطر عليه الميليشيا الانقلابية على المدخل الشمالي الغربي لمدينة رداع.
قتل شقيقان وأصيب والدهما في هجوم لميليشيا الحوثي والمخلوع على منزلهم في مديرية مكيراس بمحافظة البيضاء. وأوضحت مصادر محلية أن عناصر ميليشيا الحوثي والمخلوع هاجموا منزل المواطن أحمد صومل في مدينة مكيراس بناء على بلاغ كيدي ضده، حيث نشبت بينهم وبين نجله مشادات كلامية. وقالت مصادر محلية إن الميليشيا حاصرت المنزل واستخدمت تعزيزات عسكرية ثم قصفت المنزل بالقنابل اليدوية، مما أدى لمقتل بسام أحمد صومل وشقيقه محمد وإصابة والدهما بجروح بالغة، فيما قتل أحد عناصرها. قال مستشار رئيس الجمهورية إن الحكومة مستعدة لجولة مفاوضات جديدة باعتبار أن الخيار السياسي هو خيار الحكومة منذ البداية. وأوضح الدكتور محمد العامري لصحيفة الشرق الأوسط إن الحل السياسي حاليا يبدو مستبعدا في ظل تعنت الانقلابيين تجاه ما التزموا به حول إجراءات بناء الثقة. ونوه العامري إلى أن المشاورات تأجلت بسبب المعوقات التي افتعلتها الميليشيا الانقلابية. وقال العامري إن الحكومة مع أي مفاوضات من أجل تطبيق القرارات الدولية، ونحن لدينا هدف مشترك مع المجتمع الدولي وهو تطبيق قرار مجلس الأمن الذي هو أصلا معنيا بتنفيذه. يفرض ميليشيا الحوثي والمخلوع حصارا خانقا على مواطن منطقة بني سراع بمديرية الشغادرة محافظة حجة منذ أسبوع. وقالت مصادر محلية في المنطقة بأن مجاميع مسلحة تتبع الميليشيا المتمردة فرضت حصارا خانقا على منطقة بني سراع منذ 22 من الشهر الجاري، وقامت باستفزاز المواطنين وتفتيشهم أثناء الدخول والخروج من وإلى القرية، ومنعت دخول ناقلات الماء والبضائع والمواد الغذائية. كما اقتحمت ميليشيا الحوثي والمخلوع منزل عبدالله الحكمي في منطقة الحكامية ونهبت سيارته وممتلكاته وأثارت الرعب والهلع لدى الأطفال والنساء. وعبر عدد من وجهاء المحافظة عن استنكارهم الشديد لمثل هذه التصرفات العدوانية، ووصفوها بالهمجية كونها تتنافى مع القيم الإنسانية والإسلامية والأعراف القبلية السليمة، ولها أضرار بالغة على حياة الأطفال والنساء وأصحاب الأمراض المزمنة. وناشد أبناء المديرية محافظ المحافظة وعقلائها التدخل العاجل لإنقاذ المواطنين من أثار هذا الحصار الخانق الذي تزداد وتيرته على حياتهم يوما بعد يوم. أطلقت ميليشيا الحوثي والمخلوع المتمركزة بالعرفاف الرصاص الحي على طفل على فتى في 15 من عمره، بينما كان هو وشقيقته بجوار مزرعتهم بجبل ناصا بالضالع. وقال شهود عيان إن الرصاصة التي أصابت الفتى أدت إلى سقوطه من مكان مرتفع، وتم نقله للمستشفى لتلقي العلاج. الجدير بالذكر أن هذه الجريمة هي الرابعة التي تقوم بها ميليشيا الحوثي بحق المواطنين، حيث تقوم بقنصهم إلى مزارعهم. ما تزال عدد من جثث قتلى ميليشيا الحوثي والمخلوع في منطقة يعيس بمحافظة الضالع مرمية في شعاب المنطقة حتى اليوم، رغم مرور أكثر من 5 أيام على أشرس مواجهات شهدتها الجبهة. وفدنا إلى الضالع زار خط التماس والتقى قائدا ميدانيا من أبناء جحاف في الخطوط الأمامية. نتابع. إذن مشاهدينا، نحن الآن في الخطوط الأمامية لجبهة مريس بالضالع. هذه المنطقة هي منطقة يعيس التي تحتدم فيها المواجهات بشكل مستمر، وكانت أعنف هذه المعارك قبل يومين. هذه المنطقة تمثل البوابة الرئيسية لمنطقة مريس، من هنا فما بعد فمناطق تتبع مديرية دمن. عجزت ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح عن التقدم ولو خطوة واحدة من هذه المنطقة. رجال المقاومة يفرضون سيطرة تامة على هذا المكان. معنا هنا القائد الميداني من أبناء منطقة جحاف في
التابعة لمحافظة الضالع وللتوضيح، فهذه الجبهة تحتضن كل أبناء الضالع سواء المديريات التابعة لما كان يعرف بالجنوب أو المديريات التابعة للشمال. القائد الميداني هنا أبو مأمون محمد علي عمر يحكي لنا تفاصيل ما يجري في هذه الجبهة. هذه المنطقة هي منطقة يعيس، وهذا النقد اسمه الخرطوم المطل أو المتاخم لجبل تهامي، هذا الجبل الذي أصيب فيه القائد الأستاذ أحمد ناصر في يده. وهذه هي قرية يعيس، يعني هذا هو خط التماس معنى الكلمة الذي تحترم فيه المواجهات بيننا وبين بقايا صالح والحوثيين، وأكثر ما يركزون على هذا المكان وكأنهم يفكرون أنه هو الشريان أو العمود الفقري أو المدخل إلى الصدرين وإلى الضالع، ولكن عند ضرافة المعارك تختلط الجبهات وإخواننا في المواقع الأخرى أكثر من 10 دبابات يضربون إلى هذا المكان يعني يصدون الهجوم، وبعض الأحيان نلتحم بهم التحاما والله لم تبتعد إلا 10 أمتار، نبتعد عنهم بعشرات الأمتار يلتحم البندقية بالبندقية. فآخر التهام كان يوم الثلاثاء الذي استشهد فيه الشاب القائد الميداني عمر الأمير الجحافي، هذا من أبناء جحاف، قصته عجيبة هذا الولد، أنه انطلق من أول يوم في مدينة الضالع يواجه هؤلاء المجوس وشارك في ملحمة الخزان وملحمة المظلوم وإسقاط 3 ألوية في المدينة، ثم لاحقهم إلى السوداء وإلى أكمة صلاح ولاحقهم وكان قائدا في جبهة الحجوف رحمة الله عليه، ثم انطلق وراءهم إلى موريس ليلاحقهم إلى آخر جحورهم. لا تبدو الصورة بعد أن تمكنت المقاومة من استدراج الميليشيات إلى هذه القرية وقامت بتصفية عدد كبير منهم، ما تزال كما يقول القائد الميداني هنا جثثهم مرمية في الشعاب المؤدية إلى المنطقة بين العرفاف ويعيس. فوزي المريسي، قناة سهيل، الضالع. إلى ذلك أكد قائد معسكر الصدرين العقيد عبد الله أحمد مزاحم في تصريح خاص لقناة سهيل إن المقاومة الشعبية والجيش الوطني في جبهة مريس الضالع نجحوا في استدراج الميليشيا الانقلابية إلى قرية يعيس، ومن ثم الانقضاض عليهم في عملية نوعية أدت لمقتل العشرات منهم وفرار البقية. ولن ما تم في ما يعيس مؤخرا وكان ناجح بمعنى الكلمة، كان بطولة يعني خارقة بالنسبة للمقاومة، ابناء الجيش وابناء المقاومة في مريس، حيث تم استدراج الحوثيين إلى منطقة يعيس بعملية يعني ناجحة مدبرة مخططة يعني محكمة التخطيط، تم استدراجهم ثم تم التعامل معهم يعني بشكل يعني ممتاز جدا، تم يعني إذا لم نقول القضاء على الكل نكون نسبة القضاء حوالي 95% على من تم استدراجهم إلى منطقة يعيس. اختطفت ميليشيا الحوثي والمخلوع في محافظة ذمار اليوم الناشط الإعلامي خطاب النهمي من أحد شوارع مدينة معبر واقتادته إلى جهة مجهولة. وقالت مصادر مقربة من الزميل النهمي بأن مسلحين من عناصر ميليشيا الحوثي الإرهابية أقدموا على اختطاف الصحفي والناشط الإعلامي خطاب النهمي أثناء تواجده في أحد شوارع مدينة معبر شمال ذمار. من جهتهم استنكر منتسب الأسرة الصحفية بمحافظة ذمار الهجمة الشرسة التي تشنها ميليشيا الحوثي والمخلوع ضد الصحفيين والناشطين الإعلاميين بالمحافظة، مطالبين بالإفراج الفوري وغير المشروط عن كل الزملاء الذين اختطفتهم ميليشيا الحوثي والمخلوع وهم عبدالله المنيفي وحسين العيسي وخطاب النهمي، وكشف ملابسات اختطافهم ومكان احتجازهم ومحاسبة خاطفيهم. اختطفت ميليشيا الحوثي والمخلوع بمحافظة صعدة المواطن عمار ناصر منصور آل راشد من أبناء منطقة النضير بمديرية رازح. وأكدت المصادر أن طقمين وصلا إلى منزل المواطن عمار ناصر واقتادوه إلى جهة مجهولة. تفقد محافظ شبوة عبد الله علي النسي اليوم سير عملية إصلاح وتأهيل فرع البنك المركزي اليمني بالمحافظة
بعد الأضرار الجسيمة التي تعرض لها وتجهيزاته ومكوناته الإنشائية والفنية وعلى يد ميليشيا الحوثي والمخلوع الانقلابية خلال فترة تواجدها في مركز المحافظة منتصف العام الماضي. وقدم مدير عام فرع البنك المركزي اليمني بالمحافظة صالح عبد الله فدعك شرحا كاملا عن سير عملية الإصلاح والتأهيل فيه، والتي بلغت نسبة إنجازها حتى الآن حوالي 60%، متوقعا تسليم المبنى خلال أسبوعين. استعدادا لمرحلة جديدة تتحول فيها البلاد لورشة عمل وبناء، أقيم في محافظة شبوة حفل تخرج دفعة الأمل القادم من طلاب كلية النفط والمعادن. نتابع التفاصيل. رغم الظروف المزرية والنهب والدمار التي تعرضت له كلية النفط والمعادن بمدينة عتق محافظة شبوة من قبل ميليشيا الحوثية الانقلابية، إلا أن هذه الظروف لم تستطع إيقاف عزيمة الطلاب عن المواصلة. فمن منطلق المسؤولية وبرعاية كريمة من العميد عبد الله النسي محافظ شبوة، أقامت كلية النفط والمعادن بمدينة عتق حفلا تكريميا للخريجين من طلابها لعام 2014-2015 للميلاد، والذي بلغ عددهم 350 خريج. أبنائي، أتقدم إليكم بأحر التهاني والتبريكات. نحن نتعشم فيكم أن تكونوا في هذا المستوى، والوطن بحاجة إلى هذه السواعد القوية بالعلم، القوية بالمعرفة، القوية بالإنتاج. نعول عليكم أن تكونوا نبراس ينير لهؤلاء الناس طريق المستقبل، طريق الأمن، طريق الاستقرار، طريق الرخاء. شمل هذا الحفل عددا من الفقرات الإنشادية والشعرية التي تعبر بمجملها عن أجواء السرور والفرح واحتفاء بالخريجين. احنا اليوم نشعر بفرحة كبيرة على ما أنجزناه خلال الأربع سنوات المنصرمة، حيث أننا تحصلنا على مستوى تعليمي جيد وحصلنا على درجة البكالوريوس في مجال النفط والغاز، فنشعر بفرحة كبيرة. و اليوم هذا الخريجين دفعة الأمل القادم، سمينا الدفعة دفعة الأمل القادم. شعوري والله لا أكاد أوصفه، يعني شعور سعادة في ظل هذا الوضع، أننا تخرجنا في ظل الظرف الذي يعيشه وطننا، ظروف صعبة، إلا أننا تخرجنا رغم كل الصعاب، وسنواصل المشوار بإذن الله سبحانه وتعالى. خلال هذا الحفل وجه رئيس اللجنة التحضيرية للحفل الطالب الخريج يوسف المرزقي برسالة إلى السلطة والحكومة بالاعتناء بالخريجين من حيث إيجاد فرص عمل لهم. كما استعرض الدكتور سالم العمري رئيس قسم الجيولوجيا بالكلية بعضا من الصعوبات التي واجهتهم. الظروف الأمنية المعقدة والاقتصادية الصعبة، فقد عملت الهيئة التعليمية في الكلية بكل قوة لكي توفر الجو المناسب للدراسة بعد أن تعرضت للتدمير والنهب والسلب من قبل أعداء العلم والسلام والبناء والتقدم. بالتعليم نستطيع أن نقضي على كل العادات السيئة التي تسود محافظتنا، مثل الثارات القبلية التي تقضي على كل شيء. ومن هنا أحب أن أؤكد على العمل لدعم التعليم، وخصوصا التعليم الجامعي، وهي مسؤولية الجميع من أبناء هذه المحافظة. في نهاية الحفل قدمت اللجنة التحضيرية بكلية النفط والمعادن درع شكر وتقدير للمحافظ النسي، كما كرمت كلا من أسرة شهيد الوطن الشهيد أحمد علي بحاج محافظ شبوة سابقا، وأسرة الشهيد الطالب محسن الدهولي. كما كرم محافظ شبوة خريجو الكلية على صبرهم ونيلهم شهادات البكالوريوس. حسن البريكي، لقناة سهيل، محافظة شبوة. كرمت الإدارة العامة لمطار سيئون الدولي عددا من القيادات السابقة والعاملين المتقاعدين وأسر المتوفين العاملين بالمطار منذ تأسيسه في ثمانينيات القرن الماضي، عرفانا وتقديرا بأدوارهم الريادية ولما قدموه من خدمة وإسهامات في كافة المراحل لعمل المطار. ووكيل محافظة حضرموت لشؤون مديرية الوادي والصحراء عصام حبريش الكثيري أشاد بالجهود التي يبذلها العاملون بمطار سيئون الدولي، مؤكدا أنه يعتبر الواجهة الرئيسية لحضرموت بشكل خاص والجمهورية بشكل عام، خصوصا في هذه المرحلة. وأكد الكثيري بأن الأسابيع القادمة ستشهد افتتاح الصالة الجديدة للمطار المدير العام للمطار
المدير العام لمطار سيئون الدولي المهندس حسن فرج الكثيري أكد بأن مطار سيئون يخطو خطوات ثابتة ليكون مطارا منافسا على مستوى المنطقة، وأن هناك خطوات حثيثة وأعمال وأنشطة ومشاريع تنفذ لاستكمال تجهيزه وتوسعته. أقيمت بالصالة الرياضية المغلقة بمحافظة المهرة المباراة النهائية لدوري كرة الطائرة لأندية المحافظة والذي ينظمه الاتحاد العام لكرة الطائرة، وجمعت المباراة النهائية نادي خيبل الرياضي من مديرية الغيضة ونادي الساحل من مديرية سيحوت، وانتهت بفوز نادي خيبل. وقام وكيل محافظة المهرة للشؤون الفنية سالم محمد العبودي ومعه مدير عام مكتب الشباب والرياضة بالمهرة محمد عمر سويلم بتسليم كأس بطولة دوري المحافظة لنادي خيبل الرياضي. نشرتنا انتهت، وهذا تذكير بأهم عناوينها. الجيش الوطني يصل إلى مشارف مسورة بصنعاء وسط تغطية من طيران التحالف العربي. اللجنة الأمنية بتعز تقر تعزيز الحضور الأمني ومنع الاختلالات في المدينة. الميليشيا المتمردة تقنص طفلا وقائد معسكر صدرين يؤكد جرها لكمين محكم. وكان ناجح بمعنى الكلمة. للمزيد يمكنكم متابعة صفحات القناة على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك والتويتر واليوتيوب والتليجرام. في أمان الله. We'll be right back.